يا هلا ومرحبا. راح نتكلم عن الشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب. يمكن انت امورك طيبه والله يديمها عليك ان شاء الله، ولكن تدري شنو مشاعرهم؟ تخيل يخاف ينام ما يقعد. يمكن انت الحين تروح فراشك بالليل تحط راسك وتنام وتبتسم، هذاك شنو يصير فيه؟ عادي يعرق، عادي دقات قلبه تزيد، يخاف ينام انه ما يقعد باكر فيظل يقعد ونفس الوقت ينام، يعني حياته مو حلوه. وزائد لما مثلا يقعد مع ناس هم مستانسين ويضحكون قاعد يحسهم انهم تافهين، يحس ماكو شيء يضحك ودائما، وحتى ما وده يطلع من البيت، واذا قعد شوي على طول يبي يرجع البيت. ليش كله يبي يقعد في البيت؟ لان دائره ارتياح عنده. اذا كنت من الاشخاص هذه خل اطمنك، لا توسوس وايد، ترى ما فيك شيء. مشكلتك كلها تدري وين؟ والله العظيم مشكلتك بالامعاء. شنو بالامعاء؟ انت تبي هرمون واحد السيروتينين، هو اللي راح يغير حياتك ويخليك بس تروح فراشك ما يك الشعور تحط راسك وتنام. زين وين مشكلتك؟ بالامعاء. ضبط امعائك. تكفى بطلب منك طلب لمده اسبوع، اكل كل شيء يعني على البخار، اكل كل شيء على البخار، وخذ بكتيريا نافعه، وخذ تربتوفان. تربتوفان يتحول بالامعاء الى سيروتينين. والله العظيم راح تلاحظ حياتك كلها تتغير. تدري وين المشكله والمصيبه؟ ان ما بيك تقتنع ان هذا فيك هالشيء راح يكون دائما وهالشيء هذا مرض. لا، هذا عرض، عندك مشكله بالامعاء. حتى احنا يحوشنا هالشعور اذا كلينا شيء مو زين او نعفس بطننا، يحوشنا الشعور قريب ويختفي، ولكن انت دائما معك. ليش؟ لان ما زالت مشكلتك بالامعاء. تكفى ضبط امعائك وخذ الاشياء اللي انا ذكرت لك اياها، والله العظيم حياتك كلها راح تتغير. واذا تحس نفسك وايد تبكي، ضروري جدا اخذ البي واحد. اللي ينزل البي واحد يا جماعة الكورتيزول، لما تغلق وفيك خلق توتر ينزل، زائد السكريات. هذا شنو يسوي؟ يعزز الرسائل العصبية. بعد حياتك